دوري زي المحترفين نايف يعطيك العافيه. كمهاجم نقول لك الحمد لله السلام انك رجعت تهدف. الحمد لله. اول شيء ابارك الجميع بالشهر الفضيل هذا، ابارك للشعب السعودي وجمهور الاتحاد الغالي، الشعب السعودي عامه، في البدايه الملك عبد الله، ابارك لهم بالشهر الفضيل هذا واقول لك كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، عسى الله ان شاء الله يديم علينا سنين ان شاء الله. صعب المباراه اليوم؟ والله انت كنت في ضغط نفسي اليوم يا نايف؟ اكيد يعني عارف، لانه مباراتين ما سجلت، فبالعكس والله كانوا الشباب يعني الحمد لله مره ما كانوا قصرين معي، حتى من بعد ما اصلحت الكوره حقت حديد يعني الكل جاي يقول لي حتسجل ان شاء الله حتسجل، حتى مدرب جوا يعني قال لي ما راح اغيرك لانه باذن الله حتسجل، وفعلا الحمد لله سجلت، وعاد فطرنا اليوم الحمد لله قبل فتره الايقاف لين منتخب ان شاء الله. احلامكم في اسيا بعد اللقاء اليوم راح توقف الدوري؟ والله شوف انا في البدايه احنا حنبدا نفكر في المنتخب لانه مسؤوليه كبيره حتكون علينا ان شاء الله، وبعدين ان شاء الله حنفكر في البطوله الاسيويه. هناك التوفيق نعم ان شاء الله. شكرا لك.